سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يسرنا أن نقدم إليكم الأستاذ الكبير محمود محمد طارة في محاضرة بعنوان الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. ولعلكم متتبعون لما أثار هذا الموضوع من جدال ونقاش في الأوساط الاجتماعية والقضائية. والأستاذ محمود محمد طارق غني عن التعريف، فقد عرفناه في هذا المكان من قبل في العام الماضي، وقد قدم لنا محاضرة قيمة عن دور المثقفين في خدمة المجتمع، وكان النقاش هادفا ومثقفا. ونرجو من المتحدثين أن يتجنبوا النقاش الذي لا يهدف إلى شيء، ونتمنى أن يكون نقاشنا هادفا ومثمرا ومفيدا. وأقدم إليكم الأستاذ محمود محمد طه ليحدثنا عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا عن الإسلام الأولى لا يصلح للإنسانية القرن العشرين، ولعلي لا أحتاج يعني ولا أفتح في هذا الموضوع، لأن أفضل السادة المستمعين قد اجتمعوا إليه مرات عديدة، ويمكن أن نتحدث فيه بإيجاب ونترك الفرصة أكثر في النقاش. مسألة الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين، كما قال السيد رئيس الجلسة، أثار نزاع كثير في الدوائر الفقهاء، دوائر المساجد، دوائر القضاء الشرعي، وذلك لأن هناك فهم خطأ للموضوع حتى عند بعض حملة الأقلام. كتبت بعض الصحف تقول أن العنوان ده، أو تقول ما يفهم منه أنها فهمت أننا نعلم أن الإسلام لا يصلح لإنسانية القرن العشرين، وده بطبيعة الحال فهم بعيد، وليس لأحد عذر أن يفهم من نص عنوان المحاضرة. فالإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين تعني أن الإسلام يصلح في مستوى معين من المستويات لإنسانية القرن العشرين، ولا يصلح في مستوى آخر. وده بحتاج إذن لتدقيق في تمييز التعريف. الإسلام معنى كبير شامل غير متناهي. عند بداية يمكنك أن تقول وليست له نهاية، والحقيقة أن بدايته بدت من بدايات الرسالات الأولى، يعني أبونا آدم رسول الإسلام، والرسل من بعد كلهم رسل إسلام، ونهايته لا يمكن أن تبلغ لأنها في الإطلاق عند الله. ودي نفس العبارة اللي جابها القرآن، إن الدين عند الله الإسلام. فإذا فهم بالمعنى ده أصبح في الحقيقة ما في حرج
على الإنسان في أن يتكلم عنه بانطلاق كبير. هو في معناه غير المتناهي محتمل في القرآن بصورة غير متناهية، صورة واضحة أنها لا تتناهى، وفي معناه البداية مشتمل في القرآن بالمعنى الذي تعطيه اللغة من القرآن، وعبارة نبينا عن الإسلام جاءت قوله خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله جوبيها الأنبياء كلهم على اتفاق تام، لكنهم اختلفوا في الشرائع كلهم، ما من رسالتين على شريعة واحدة، كل الرسالات على لا إله إلا الله، وما من شريعتين على رسالتين على شريعة واحدة، سواء كانت شريعة عبادات أو شريعة معاملات. حتى لو جيت للأديان الأخيرة اليهودية والمسيحية والإسلام يختلفوا اختلاف مقدار في شريعة العبادة وفي شريعة المعاملة، اختلفوا اختلاف مقدار في الشرائع دي ويتفقوا كلهم في لا إله إلا الله. إذا كان الإنسان دقيق يجد أنه بيختلفوا في لا إله إلا الله، لكن اختلاف تحديد مش اختلاف لفظ. اختلاف التحديد في لا إله إلا الله لا نهاية لمداه، والناس أصلا تفاوت في لا إله إلا الله في تحقيقها. أنت تقولها، واحد منافق يقولها، والنبي يقولها. مثلا عبد الله بن أبي بن سلول قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عمر بن الخطاب قال ونبينا قال، والتفاوت افتكر واضح لكم في المدى ده. بعدين قال ربنا عن نفسه، لما نحن في الأرض نقول لا إله إلا الله، هو قال شهد الله أنه لا إله إلا هو. من شهد الله أنه لا إله إلا هو في إطلاقه أصبحت لا إله إلا الله غير متناهية. لا إله إلا الله هي شعار الإسلام، هي الإسلام، هي الدين. حتى ربنا لما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، شرع لكم من الدين دي كلمة لا إله إلا الله. ولذلك نبينا جاء قال خير ما جئت به أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. هنا إذا شهدت أن لا إله إلا الله بتقال في الأرض، يقول مثلا عبد الله بن أبي بن سلول دي إسلام، عبد الله بن أبي بن سلول معروف ورأس النفاق، لكن ما حد مأذن له أن يقول لك أنت ماك مسلم، أنت منافع. ولا النبي، نبينا جاي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عفوا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها، قال وأمرهم إلى الله. هذا الإسلام البدائي، ده الإسلام اللي قال عنه القرآن، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب. لما نقول إن الدين عند الله الإسلام، يعني المؤكد أن الإسلام المعتبر عند الله غير الإسلام اللي يمكن يكون به المنافق مسلم، التكبير تحتاج لذكاء ولا لتفكير، واضحة. لذلك الصوفية قالوا الإسلام الأولاني ده الإسلام الحقن الدم وأحرز الأموال من السبي، لأنه قال فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها، قالوا ده الإسلام الحقن الدماء من السفك والأموال من السبي ولا عبرة به عند الله. فإذا كان الإنسان عندما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعمل بالجوارح كما أمر الصادق، يجي يتنقل في الدرجات يبقى مؤمن. الإسلام بالمستوى ده
التعريف هو القول باللسان والعمل بالجوارح، كل خارجي القول باللسان والعمل بالجوارح، ولا يشترط فيه التصديق بالجنان. لكن الإسلام بيسير للإنسان أن يكون الإنسان بيقوله هو صادق، بعدين العمل بالجوارح بيؤكد معنى في قلبه، سموه الإيمان. يجي الإيمان والقول باللسان والعمل بالجوارح والتصديق بالقلب، بعدين الإيمان يزيد يبقى إحسان. في الدرجة دي ده إسلام المؤمنين. وأنا أفتكر أن من النقطة اللي احنا بنحتاج لأن نؤكدها أن في خطأ في فهمنا للقضية دي. نحن بنعتقد أن ده إسلامنا، ده نهاية الإسلام، إسلام وإيمان وإحسان، لكن في حقيقتهم أن دي مرحلة، مرحلة في الدين اسمها مرحلة الإيمان، وأصحابه هم الأمة المؤمنة، هم الأمة، أمة البعث الأول والرسالة الأولى من لدن نبينا وإلى يومنا، أمة المؤمنين. ولذلك تجد القرآن الفرعي، القرآن المدني، يتكلم عن المؤمنين باستمرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، أو يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. والوهم جاء هنا في أن حديث جبريل المشهور اللي رواه عمر بن الخطاب قال: بينما كنا جلوسا عند رسول الله إذ أقبل رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، قال: فجلس إلى رسول الله فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، على فخذي الرسول يعني، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا، وأن تصوم الشهر. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تشهد أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ذهب يسأل: أخبرني عن الساعة، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العالة رعاء الشاء الحفاة العراة يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. قال: يا عمر، تدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعلمكم دينكم، دي لبست على فقهان الأمر كله، وزعموا ظنوا أن الإسلام هو الدرجات الثلاثة دي، الدرجات الثلاثة اللي حازم القرر هسا في أزهار الناس أنها دي درجات المرحلة الأولى من الإسلام، اللي هو المعنى الشامل الكبير، اللي هي مرحلة الإيمان. وأصحاب كونوا مؤمنين أو أمة المؤمنين أو الذين آمنوا، والعبارات تجي فيها في القرآن بالمؤمنين والذين آمنوا كثيرة. ثم في أخرى هي مرحلة الإسلام، هي ثلاثية أيضا، دي إسلام وإيمان وإحسان، ديك مرحلة إيقان، وهي مرحلة علم، دي مرحلة إيمان وعقيدة، ديك مرحلة علم وحقيقة. هذه جاءت في القرآن، موضع في القرآن في آيات كثيرة، ودرجات ثلاثة هي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويجي في محل ثاني يقول: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبح باسم ربك العظيم يعني استسلم، نزه الله عن كل إدراك وتصور له، فسبح باسم ربك العظيم. عين حق اليقين الإنسان يسلم،
عندما يعلم علم حق اليقين يسلم لله ويجاد ويرضى. الدرجات الثلاثة دي هي درجات اليقان الثلاثة الأولى درجات الإيمان. والسلم بتاع الأمر ده في الصعود سباعي: إسلام، إيمان، إحسان، علم اليقين، علم عين اليقين، علم حق اليقين، إسلام. الإسلام الكبير هو الاستسلام الراضي لأمره. ولذلك يجي ربنا بعد ما إبراهيم اتطور كل التطورات في المعرفة والترقي لغاية ما أدرك حق اليقين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. درجة الإيمان جاءت بها رسالة نبينا الأولى، درجة الإيقان جاءت بها رسالته الثانية. رسالته الأولى أمر أن يفصل للأمة، رسالته الثانية أمر أن يعيش في خاصة نفسه. رسالته الأولى رسالته كرسول، رسالته الثانية شريعته كنبي. فرق كبير جدا بين نبوته ورسالته، فرق بعيدة. في حديثه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، ثم قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أدبني ربي فأحسن تأديبي، دي النبوة، ودير الشح لها من بداية أمره. ولذلك هو قال: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، من نشأته هو مرشح في الطريق ده، وكان يستوحش من المجتمع الحول ولا يندمج فيه، وكان شبابه طفولته يفاعته مراهقته شبابه كله يختلف، لغاية ما اكتمل شبابه في سنة 25 شعر بالاستيحاش التام، اعتزل الناس فأخذ يتحنث في غار حراء. في سنة 40 جاءت الرسالة: أدبني ربي فأحسن تأديبي، معناها في المرحلة دي أعد للنبوة. ثم قال: تجي الرسالة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، دي رسالته. وقال هو: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. كأنه أدرك الحقيقة الكبرى في بيته، ثم بعث معلم للناس يكلمهم في مستواهم، وهذه جاءت رسالته. والأمر ده واضح في القرآن بصورة جلية، لكن اللبس جاي من أننا نحن فقهانا علمانا، نحن اللي درسنا على آثار دراستهم وتعليمهم، بناخذ المسائل بدون تحديد للمعاني. في الوقت الحاضر ما مطلوب أن يكون في نصوص جديدة، النصوص اللي عندنا وبتلوك ألسنتنا باستمرار عايزة فهم جديد. إذا كان القرآن مثلا بدايته في الأرض ونهايته مطلقة عند الله، لأنه كلام الله، أصبح من المؤكد أننا عايزين نرقى في فهمه بكل وسائل الإدراكات المختلفة، بكل وسائل الاستعداد المختلفة لأن ندركه. وهم عريض جدا قايم في أذهان الناس أنه القرآن اللغة العربية، إذا كانت تكلمت عن أي معنى من معاني الآيات يقول لك البيضاوي ما قال كده، الزمخشري ما قال كده، الجلالين قالوا كده وكده. فالحاجة اللي احنا عايزينها تكون واضحة أن تفسير المفسرين ما هو القرآن. بالغ ما بلغ المفسر حتى ابن عباس ما هو حجة على القرآن، تفسير ابن عباس ده فهم ابن عباس للقرآن، وفهمك دائما رهين بأشياء: استعدادك الشخصي، تربيتك ورياضتك في العبادة، ثقافة عصرك. لا يمكن أن تخرج عن عصرك بالمدى اللي تكون مطلق الخروج، لابد أن الأفزاز والنواقص قدام مجتمعاتهم ما في ذلك شك، لكن لابد أن يكونوا مشدودين لمجتمعهم بصلة. مثلا مدينة قدام مجتمعهم،
نبينا ما من مجتمع القرن السابع، لكن برضو لابد أن يكون في حاجات مترسبة من تطورات، التطورات العضوية في حياته. ابن عباس قدام مجتمعه، النوابط كلهم، لكن لابد أن يكونوا مشدودين بالصلة. وده المعنى اللي يقول له أنه أنت مقيد مع استعدادك الخاص ورياضتك، مقيد بعصرك. هنا فهم القرآن مقيد من النواحي دي بثقافة العصر بصورة معينة. والقرآن يكفي في أنه ما هو اللغة العربية، وده وهم كبير يسيطر على الناس. علي حكيم المثل، حتى ما عايز تأويل وتفسير مننا، مجرد النص دي أنه القرآن أكبر من اللغة العربية، لكنه أفرغ في قوالب التعبير العربي لنعقل نحن ونفهم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن لابد أن نحن نترقى في فهمه. ولذلك نحن الجمهوريين قلنا في رسالة الصلاة أن الأوائل لم يفضوا من أختام القرآن غير ختم الغلاف. ختم الغلاف يعني الفهم من اللغة العربية، بعدين فهم في المستويات دي لا يتناع. وما من شك أن المفسرين بيحتكم له دائما الكاد يكون على إطلاق عن حامين دون الله أعلم بمراده. لكن ربنا يقول عن الحروف المبتدئ بها الصور دي هي الكتاب، حتى يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيبقى إذن الأمر واضح في أننا نحن لابد أن ندرك من كتابنا أكثر مما أدرك القرن السابع لنسير به لأمام، لأن المجتمعات ما في مستوى واحد، ولأن الدين ما بنزل غاية في ذاته، إنما هو وسيلة للإنسان. أصل ما في نص وغاية في ذاته. أرفع الحديث وأشرف اللي هو القرآن ما هو غاية في ذاته، وسيلة لترقيتي وترقيته. وإذن يجب أن يفهم ليطوع لخدمة الإنسان. وأي إنسان يفتكر أنه القرآن والإسلام جاءنا في القرن السابع ليعطينا شريعة لمدى الحياة لا يكون فيها أي صورة من التطور أو التجديد أو الاندثار في بعض صوره، يكون أفتكر من جميع الوجوه مخطئ. طبيعة التطور البشري، طبيعة الطاقة البشرية، طبيعة الحكمة الإلهية في تطوير الناس والمجتمعات والأفراد مخطئة من جميع الوجوه. ودي بتجي في أن الناس افتكروا أن الشريعة كاملة لأنها جاية من الله، فكونها كاملة مش معناها تكون صورة واحدة جامدة. الكامل هو النام المتطور، مش البلزم صورة واحدة. وعند العارفين أن النملة أفضل من الشمس، النملة أكرم من الشمس، لأن النملة دخلت في أطوار الميلاد والممات، والشمس جماد، والشمس نفسها لا يكون لها حظ من الكمال إلا من تدخل في طور النملة. وعند العارفين العشب في سفح الجبل أكبر من الجبل، والعشب تأخذ دورتها من الموت والحياة والجبل ثابت. فالناس اللي يفتكروا أن الكامل هو الثابت مخطئين خطأ شديد. الكامل هو اللي عنده المقدرة على الحياة والتطور والمواكبة مع الحياة. ثم القول بأن الشريعة بتكون كاملة لأنها جاية من ربنا، في وهم ثاني أن ربنا ما بشرع لكماله هو ولا لكمال أنبيائه. لذلك الأنبياء أصحاب شرائع فردية، عندما يرسلوا للأمم ينخفضوا عن شريعتنا الفردية لينزلوا لمستوى الأمم. ربنا بشرع لضعف البشر. ولو الواحد عاير مثلا شريعة آدم وشريعة نوح وشريعة إبراهيم والشرائع لغاية ما تجي لمحمد كلها مختلفة، لا إله إلا الله ثابتة، كل تشريع تعبدي أو عادي، شريعة عبادة وشريعة معاملة لابد أن تختلف لأنها استجابة لحاجة المجتمع. هنا تجي مسألة هي مسألة الإسلام ومسألة الدين. مثلا قال إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الأولاني ما
معتبر بصورته دي ما بيعتبر دين عند الله إلا لأنه مرحلة نحو الدين. إن الدين عند الله الإسلام عند هنا نسبية، لكن عند في الإسلام الكبير الثاني مطلقة، بمعنى أنه عند حرف الظرف، ظرف زمان وظرف مكان. اللغة الدين المعنى ده لما تستعمله أنت إن الدين عند الله الإسلام في المعنى الأولاني تبقى هي ظرف زمان وظرف مكان، في اعتبار الله في حكم لتعليم الناس الدين عند الإسلام ده اللي هو الانقياد الظاهري. لما تجليها أنت عند الله في كماله تبقى عند دي خرجت من أن تكون ظرف زمان وظرف مكان، لأنه الله لا يكون في الزمان ولا في المكان. العارفين يقولوا عند لا عند وحيث لا حيث، عشان يوروا أن اللغة هناك بتقيف. عند الله الإسلام يعني في كماله، الإسلام في كماله هو عند الله. والحقيقة أنه كأنما هو الحبل النزل من الله في علياه وفي أطلاقه لأرض الناس هنا ليتمسكوا به. ومن يسلم وجهه لله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسطى. العروة يعني العقدة بتاعت الحبل، كأنما الحبل نزل من السماء إلى الأرض ليستمسكوا به الناس. وانت لما تمسك بالحبل أحسن ما تمسك به أن يكون الحبل في طرفه في عقدة، فاستماء العروة الوسطى. وسطى يعني ما بتنفصل ما بتنقطع، شديدة قوية. هنا ما نزل من الحبل ده لأرض الناس بيمثل الشريعة، بيمثل الإسلام بالمعنى الأولاني، بيمثل الفرع، بيمثل رسالة نبينا. إن قوته لا تتناهى فوق، يعني قوته التزم هو وشريعته علم الأمة. ولذلك قال قولي شريعة، زي المعلم بيكلم الناس بحاجة في مستواهم ما حاله هو. المعلم عندنا في البديهة المعاشة ما بيجي يعلم الأطفال ما علمه هو، يعني احنا في ناحية الدين البديهة المعاشة دي تفوت علينا، نفتكر أن نبينا أمر بأن يبلغ الناس كل ما علمه الله. حتى لو انت قلت أن النبي في حاجات ما بلغها، واحدين يقولوا ده كتمان للرسالة، ده اتهام بالكتمان. لكن ما أمر النبي أن يبلغ هو القرآن المقروء، وأن يفسر بالتشريع بالتفسير الطرف القريب من أرض الناس. إذا كان جيت أنت للمسألة دي تلقى أن القرآن أصول، أصله الخط الرأس ده النازل من السماء إلى الأرض، الأصل ده الناس ما بيقدروا ينطبقوا عليه، نزل من الأصل فرع. هتجي أنت تقرأ وأنزلنا إليك الذكرى، هذا الحبل ده كله يمكن تتصوره بالشغلة دي، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إليهم مش كل القرآن، نزل من الأصل للفرع. ليه؟ يمكنك أنت تقول كلمة أنزل ونزل يعني شي واحد، في اللغة العربية فعلا بيعني شي واحد. في اللغة العربية الفعل نزل ده فعل لازم ما بياخذ مفعول به، يمكنك انت ان تعديه لياخذ مفعول اما بالهمزه او بالتضعيف. نزل ضعفت ازاي بدا الفعل متعدي، نزل الكتابه، يمكنك ان تهمزه تجي كلمه انزل انزل الكتابه. وانت كاديب وكشاعر يمكنك ان تستعمل اللفظين وتعني بين حاجه واحده، مترادفتين يقولوا، لفظتين مترادفتين. لكن في القران ما في ترادف، لانه الترادف عبث. اذا كان في كلمتين يعني المعنى واحد يبقى في حشو. هنا في التوحيد، التوحيد يقول ان الالوهيه لا تعيد نفسها، كل يوم هو في شان. في انزل لا يمكن ان يكون معناه في نزل واحد، والا تكون المترادف هنا يعني في التوحيد أن الألوهية تعيد نفسها وتكرر نفسها، ودرع من العبث تتنزه عن الألوهية. لكن نحن البشر ما بنقدر ندرك الدقة اللي خلينا نتنزه. فكلمة أنزل هنا في الآية دي وأنزلنا إليك الذكرى معناه القرآن كله، لتبين للناس ما نزل إليهم من الأصول للفروع. هذه تسوقنا إلى أصل كبير جدا في القرآن، هو أنه محتوي على
أصل وفرع. الآيات المكية في القرآن أصلية، آيات أصول، وهي آيات الإسلام، ونزلت في مكة مدى 13 سنة، هي آيات الحرية والمسؤولية وقمة التربية. ولذلك جاءت بالإسماح كلها. النبي نهي أن يقاتل في مكة، نهي أن يحمل الناس على الدين بالإكراه. قال له في آياته: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال له: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. قال: إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. ليس لك من الأمر شيء. أشياء كثيرة جدا من أصول الدين نزلت تمنع النبي أن يكون مسيطر على عقول الناس وأفكارهم وحرية. 13 سنة عندما ظهر ظهور عملي أن الناس ما هم في المستوى ده، سحبت آيات الإسماح أو أجلت آيات الإسلام، وجاءت آيات الإيمان، جاءت الآيات الفرعية. كأنما ظهر ظهور عملي أن الناس أقل من أن يحسنوا التصرف في الحرية، فسحبت آيات الحرية وجعل النبي وفي عليهم لأنهم قصة. كل إنسان يعجز عن تحمل الحرية وحسن التصرف فيها لابد أن يكون عليه وصي. الوصي ده قد يكون القانون إذا كان هو خطأ مرة ومرتين، قد يكون معاملة في مستوى معين يمنع الحرية في التصرف لألا يتورط في القانون في كل خطوة لأنه قاصر. فجاءت الوصايا. نبينا هنا لما جاءت الوصايا في الهجرة للمدينة قال: أمرت أن أقاتل الناس. بعد ما نهي أن يقاتلون أمر أن يقاتلون، وده السر في المرحلة اللي هي مرحلة الجهاد في الإسلام. لأنه ما في دقة في فهم الدين، يقول الناس أنه الجهاد في الإسلام هو دفاع عن النفس، لكن الحقيقة غير كده. وتلقى أنه الكتاب هسع في الصحف في الأيام الأخيرة كانت تكتب بالصورة دي، خصوصا أخونا أبوبكر كرار كتب في أمر الجهاد، قال أنه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. اللبس بيجي هنا أنه الدين لا إكراه فيه فعلا، لكن الإسلام بالمعنى الأولاني فيه إكراه، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يكره ليخضع للدين الإسلامي بالمعنى اللي يكون مسيطر عليه وهو خاضع له وخاضع لشريعته في العبادة في العادة، ولو يكون منافق. وهو الحقيقة أن المنافقين ما دخلوا في مسرح الإسلام إلا بعد ما جاء الإكراه. ولذلك من علامات الآيات المدنية أنها فيها الخطاب للمنافقين. في مكة ما في نفاق، لأن القاعدة في العمل في مكة: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى بالصورة دي الإنسان ما واجد حاجة لأن ينافق، يمكن أن يكون مؤمن أو يمكن أن يكون مشرك. لما جاء العمل في المدينة وقال أمرت أن أقاتل الناس، جاءت حكاية المنافقين. تلقى في القرآن المدني المسألة في المنافقين كثيرة، ودي من الدلائل اللي بتضحك قول الناس اللي بيقولوا لا إكراه في الدين، في إكراه على الإسلام، لكن لأن الدين في القلوب بطبيعة الحال ما يمكن أن يكرهوا عليه. يعني أنت يمكنك أن تكره عبد الله بن أبي بن سلول ليكون مسلم وقد فعل به الأمر ده، لكن لا يمكنك أن تكره أن يكون مؤمن. فلا إكراه في الدين تعني ده أنك أنت ما عندك سيطرة على القلوب، لكن يمكنك أن تخضع لنظام الإسلام وأن يكون يعلن الإسلام ويتقي أي حاجة تخرج عنه. هنا الآيات المكية هي الأصل. الأصل ده نسخ في عهدنا الماضي لأنه أكبر من مستوى القرن السابع. نسخ يعني لم يجعل قاعدة للتشريع، موجود في العبادة، موجود في السلوك، موجود في التلاوة، لكن الشريعة ما هي قايمة عليه. جاء الفرع، الفرع نسخ الأصل. على الفرع قامت شريعتنا في الرسالة الأولى. الأصل نسخ بالفرع. برضو من الحاجات اللي افتكر بتحتاج لأن نكون واضحين فيها، ناسنا بيفتكروا أن النسخ ده انتهى خلاص، ما نسخ انتهى.
في لبس شديد في الأذهان في المسألة دي، لكن النتيجة أنه عنده ما نسخ انتهى. هنا عايزين نقول حاجة، أنه إذا ما نسخ انتهى تماما أصبح أفضل ما في قرآن منسوخ بما هو دونه، ودي متروكة لاعتباراتكم تماما واضحة. أفضل ما في القرآن إذا نسخ نسخا سرمدي أصبح نسخ بما هو دونه، ده يخالف الحكمة. والحقيقة يريد أمر هناك يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، لكن كأنه مقبول حينما تطيقوا أن تتبعوا أحسن ما أنزل إليكم أصبحت دي شريعتكم. لما نقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ده اللي يفتح الطريق لتتدرج، لكن الأمر قائم بأن تتبع أحسن ما أنزل إليك من ربك، وأحسن ما أنزل لنا من ربنا منسوخ. يبقى في حكمة في النسخ، هي أن المجتمع ما كان بطيق القمم دي، فجاءت آيات فرعية هي أقرب لمستوى الناس، فجاءت هي آيات الشريعة. ما بنقوله نحن في الوقت الحاضر هي أن البشرية أصبحت بعد 14 قرن قريبة للأصول، ارتفعت لأن تكون بتستاهل الأصول. يبقى النسخ يتداول من آيات الأصول لآيات الفروع. آيات الأصول قبلك نسخت لأنها أكبر من المجتمع، آيات الفروع من اليوم دول قدام تنسخ لأنها خدمت غرضه واستنفذته في تطوير المجتمع من مرحلة الإيمان إلى أن وقف على مرحلة الإيقاف، والدعوة في مقبل الأيام تكون للأمة المسلمة. الأمة المؤمنة قطعت مرحلة 14 قرن، انبثق الدين مرة جديدة ليدعو ويمهد الطريق والتشريع للأمة المسلمة التي هي تتويج للطاقة البشرية على الأرض دي. الأمة المسلمة ما جات في التاريخ، لكن طلايع المسلمين جو، اللي هم الأنبياء، الأنبياء والرسل مسلمون، لكن أمم ما مسلمة بالمعنى الأخير اللي بنقول عنه، أمم مؤمنة. يمكنك أن تلقاهم مسميين بأسماء مختلفة لكن مؤمنون، مثلا سيدنا موسى مسلم، أمة اليهود هي مؤمنة بالله ومؤمنة بموسى. عندما جاءت الرسالة العيسوية كان مطلوب من قوم موسى أن يتابعوا عيسى، لأن الأنبياء بيتمموا ما بينقضوا، وحيث بلغتك رسالة في الصور دي وجب أن يتبعوا. فاليهود كانوا على خير حالهم لغاية ما جاءهم عيسى، كذبوا بعيسى، ذهب منه من النور والحق بقى مع عيسى. النصارى اتبعوا عيسى وآمنوا به بالله، عيسى مسلم، النصارى ما مسلمين مؤمنون، لغاية ما جاء نبينا، نبينا مسلم، أمته ما مسلمة، أمة المؤمنون، واسمها الإسلام اللي احنا بنقول عليه ونحن مسلمين، نحن مسلمين جاي من المعنى الأولاني مش من المعنى الأخير. نبينا مسلم بالمعنى الأخير، أمتنا مسلمة بالمعنى الأول، دخلت في درجات الإيمان الثلاثة. فما يطلب هسه هو أن يكون في تبشير بالإسلام في مدى حاجة المجتمع الحاضر اللي هو لا يتسع له القياس والإجماع زي ما هي حالة الكلام عند الفقهاء، إنما يتسع له أن تنظر في أصول الدين وفي النصوص. هذا بإيجاز ما يمكن أن يقال أنه دي الرسالة الثانية، هي رسالة محمد لكن ما أمر بتفصيلها لأن وقتها ما جاء، ترك مجملة. يجي السؤال، وده يمكن الرابك الناس دائما يقول إذا كان المنسوخ يبعث من جديد ما بيبعث إلا بنبي بيوحى له، إذا كان في رسالة ثانية لازم يكون عندها رسول والأمر ده انتهى. لكن الحقيقة أنه نحن ما محتاجين للوحي، نحن برضو ما ندقيقين في الفهم الوحي هو شنو. نحن ما محتاجين للوحي لأنه عندنا كلام الله، الله هو اللي بيكلمنا في كل لحظة، كل ما هناك أننا نحن ما فاهمين وما معاه، هو يتكلم ونحن ما سامعين لأننا مشغولين بمسائل تانية، قلوبنا مشغولة ومنصرفة عنه. يمكن ما الصلاة ما عندها قيمة أكبر من أنها تخليك تنقطع من الخارج لتنظر في الداخل لتسمع هو بيقول شنو. نحن موزعين برا، خصوصا في الوقت الحاضر ظروف الحياة المعاصرة شاغلانة بالخارج، ما بنعيش جوا بالمرة. الصلاة جات لأن تجد أنت زاوية في وقت مظلم، هدأت الحركة
وحمدت العين بالظلام لتقوم وتنحصر وتسمع الله بكلمك وتقرأه في القرآن. في القرآن برضو أنا بفتكر أنه النقطة اللي بتخلينا نفهم هو أن نعود للقرآن بصورة شوية فيها فهم. أنت لما تقرأ في القرآن أو في تفسير المفسرين ألم نشرح لك صدرك، يقول يا محمد يعني الكافي صدقه، وده فهم ما هو سليم من جميع وجوهه. الكاف مؤكد فيه خطاب لمحمد لكن فيه خطاب لك أنت. إذا أنت بتقرأ القرآن على اعتبار أنه الله بيتكلم ومحمد هو المخاطب وأنت خارج الصورة، ده أول هزيمة الفهم. الكاف ده لك أنت، محمد مخاطب بالكاف، أنت مخاطب بالكاف، لكن أنت في مستواك وهو في مستواه. يجب أن تقرأ القرآن كأنما الله بكلمك وتستشعر الأدب أن تكون معاه لما بيكلمك، لأنه حتى الزول المهيب المحترم عندك لما بيكلمك أنت بتكون منحصر معه ما بتشاغل عنه، فادخل في الصورة بالشكل ده. أعرف أن القرآن هو كلام الله لك. إذا كان الله بكلمنا نحن عندنا أكبر من الوحي، والقرآن ربنا هو اللي بيبينه لنا. دي برضو نقطة، أنه القرآن بيانه عند الله. ربنا قال لنبينا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. تبع قرآنه يعني أحضر كل لفظة تقول تقال أنت معها كل. ثم إن علينا بيانه، يعني إحنا ما في حاجة لأن ننسب المذاهب دي كلها. الإنسان اللي يدعو إلى الرسالة الثانية من الإسلام بتبيين وتوضيح في تطوير تشريعة هو أنت والثاني والثالث والرابع. أي واحد من الناس ربنا آتاه فهم من القرآن كل الحقائق دي مودعة فيه. الرسالة الثانية تطلب أنه يبشر بالإسلام في مستوى حاجة المجتمع الحاضر. مثلا شريعة الرسالة الأولى من القصاص ومن الحدود ومن العبادات ما بتحتاج لتطوير لأسباب ممكن تجي أثناء النقاش، لكنها ما بتحتاج لتطوير. إذا كان دخل تطوير مش في صورها، حاجات طفيفة جدا تدخلها. لكن شريعة المعاملة وبخاصة في المال وفي السياسة محتاجة لتطوير تمام. في السياسة آيات الديمقراطية منسوخة، جاءت آية الوصاية نسختها في حق المؤمنين، وآية السيف نسختها في حق المشركين. آية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر منسوخة في مستويين، في مستوى المؤمنين منسوخة بآية الشورى، في مستوى المشركين منسوخة بآية السيف. وآية الشورى في الحقيقة طرف من آية السيف ظلها، هي الحجر على حرية القاصر. آية الشورى آية وصايا وآية حكم الفرد الرشيد. ما استطعنا أن نوضح النقطة دي لناسنا ليقلعوا. لا نزال نسمع أنه الإسلام حكم الشورى، يقصدوا به الديمقراطية. الشورى ما حكم ديمقراطية، حكم الفرد الرشيد جعل وصي على الناس يستشيروا، وشورة ما ملزم له إذا رأى غير رأيه. والمسألة دي في الحقيقة البديهية عندنا دائما، ما من هيئة استشارية شورة ملزمة للإنسان النصبة. نحن عندنا المجلس الاستشاري لشمال السودان فيه أكثر من 30 عضو، وما ممكن يجلسوا ينعقد اجتماعه ليدرسوا مسألة بعينه ليشيروا على الحكم العام. لابد أن يأمرهم بأن يرفعوا له رأي في مسألة معينة يستشيروا هو، لكن ما ممكن هم يقولوا نحن نجتمع ونشير على الحكم العام في نقطة معينة. أول حاجة انتهي تبتدي الاستشارة من أن هو يأمرهم بأن يشيروا عليه في نقطة معينة. ثم إذا أجمعوا كلهم على أمر معين في هذه المسألة ورأى غيره عنده حق البيت عليها. فأنت في الثقافة العامة في الحياة اليومية لا يمكن أن تقول أن الهيئة الاستشارية شورتها ملزمة للانتسال بالاستشارة. لكن عند الدين دائما يكون فيه وهم في أن حكم الشورى الديمقراطية. الوصايا من الفرد الرشيد يعل وصي على الناس القصر يشاورون ويخالفون إذا رأى ضرورة لمخالفته. إذا ما رأى ضرورة ما طبعا ما بخالفون. أصلا المقصود مش المخالفة، لكن المهم أن شورته ما ملزمة في الوقت اللي الرأي في الديمقراطية ملزم، رأي الأغلبية ملزم. فمستوى الشورى في الشريعة الأولانية يرتفع إلى مستوى آية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما بيجي لكل المدى ده، لكن يرتفع من الزاوية المنفرجة من النزول من الأصول
إلى زاوية منفرجة قريب لأرض الناس في القرن السابع، يمكن الزاوية دي أن تكون أقل انفراج لأن المجتمع في القرن العشرين بقى قريب للأصول. فده بالصورة دي يكون فيها تطوير للشريعة، تطوير للتشريع من آية الشورى تستلهم آية الديمقراطية في تذكرنا ما أنت مذكر لسه عليهم بمصير. في مسألة المال كذلك، مسألة المال عندها أصل هي شريعة نبينا، هي الأصل بالصورة اللي يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو كل ما زاد عن حاجته، لكن من الأصل ده نزل فرع قال له خذ من أموالهم صدقة تطهر ومتزكين بها وصلي عليهم إن صلاتك سكر له. جاءت الزكاة المقادير جعلت وظيفة مالية في المجتمع ووظيفة تعبدية للفرع، ركن عبادة. وقوم اللبس كثيرا أنه لما يتكلم عن الزكاة اللي تتكلم عن تطويره يقول لك الزكاة ركن تعبدي، اللبس جاي في أنه هو مع أنه ركن تعبدي لكنه معلوم بأن الأمة ما كانت بتطيق أفضل منه. الركن التعبد الحقيقي هو الركن النبوي، لكن ده جعل في حق الأمة ركن تعبدي بعلة أنهم ما كانوا بتطيقوا أفضل منه. فإذا جاء المجتمع في القرن العشرين وبيتكلم عن الاشتراكية وحياة النبي في قمة لا يتصورها الاشتراكيون الشيعيون، يبقى أن تقول أنت تطور شريعتك من شريعة المالية الملطفة الرأسمالية الملطفة في الزكاة لأن تكون الزاوية أقل انفراج منها في القرن السابع، لأن يكون مدخلك على الاشتراكية في تحريم تمليك وسائل الإنتاج على الفرد الواحد والأفراد القليلين، ما يمكن تنتجل القمة برضو لأن القمة راح تظل دائما حق الأفراد. في الديمقراطية في الاشتراكية القمة ما بتدخل في التشريع، التشريع قاعدة قمة الأخلاق، فالحظ الفرد في المسائل دي دائما راح يظل فوق التشريع، لكن ممكن ترتفع قاعدة هرما من الزكاة ذات المقادير اللي هي تشريع رأسمالي إلى أن تدخل في الاشتراكية من الشورى اللي هي التشريع الوصي على الناس القصر لأن تدخل في المدخل على الديمقراطية اللي هي أنه السلطة للأغلبية ورأي الأقلية محترم. فإذا كانت تكلمت على الوضع ده أنت بشرت بالإسلام في مستوى حاجة المجتمع الحاضر، ودي ما سميت بالرسالة الثانية من الإسلام وهي في هي الصالحة لبشرية اليوم. فعلا ما كنت أعتقد أن يبدأ بالطول بالصورة دي، لكن في كلام كثير يقال، أنا أفتكر أنه مناقشته أفضل من سرده من جهة واحدة. في إيجاز أن الإسلام نزل في القرآن وهو مشتمل على الرسالة الأولى والرسالة الثانية، نبينا كنبي عاش الرسالة الثانية وكرسول شرح الرسالة الأولى، لأن تبعث أنت الرسالة الثانية تدعو إلى سنته مش لشريعته. الإسلام ينبعث مرة ثانية على مستوى سنة النبي مش شريعته، والفرق بين سنة وشريعته زي ما قلنا سنة شريعته في خاصة نفسه وهي نبوته، رسالته أو شريعته هو تعليم لأمته في مستواهم زاوية منفرجة من الأصل للفرع. وده يجيك الحديث اللي يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. الامر ده ما بعود في مستوى الشريعه، بعود في مستوى السنه، والسنه اوكد من الشريعه وفيها شده للناس من القرن السابع ليقربوا لاصل من اصول العمل النبوي، يوشك ان يكون في مستوى القرن العشرين الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. الكلام ده في الحقيقة في الوقت الحاضر بقى بالنسبة للسودانيين مسألة حياة أو موت، مسألة بالغة الأهمية، لأنه نحن مقبلين على فهم سيء جدا للدين يوشك أن يسلط علينا الجهل مقدس، الجهل مرتفع قداسة الدين. الكلام هسع عن إعطاء الولاية العامة للشريعة الإسلامية، خطر أشد الخطورة. وأنت ترى هسع في الصحف في اليومين الأخيرين دين بصورة خاصة تصريح السيد إسماعيل الأزهري فيه اتجاه
خاطئ يمكن أن تصبحوا تلقوا أنفسكم مسيطرين عليكم ناس جهل حقيقة بالدين، لكن هذا الجهل يتستر في قداسة لا يمكن أنا أو أنت أن نجيب خطبة بالصورة دي لنتكلم عنه، لأنه خروج على الإجماع بالله. ومثلا دي نحن اتكلمنا عنها دائما ومواجهنا في الوقت الحاضر، وأنا أعتقد أن العناية الإلهية واضحة في سيرة لتوعية الناس ليقوموا وينهضوا ويتحرروا ليدركوا أنفسهم قبل أن يطبق علينا الجهل بالأغلبية الميكانيكية اللي يمكن أن تكون في الجمعية التأسيسية لتمرر دستور إسلامي. ما هو إسلامي؟ دستور إسلامي في مستوى حاجة الطائفية لاستغلال الناس. ما في شيء يمنع من تغيير الدستور إلا إذا نهضوا الناس والناس المثقفين بصورة خاصة. نحن في الحقيقة عندنا مع المثقفين كثير من العبارات اللي يمكن ما يرضوها كثير. نحن نعتبر المثقفين جادين بالقدر الكافي، زي ما قال السيد رئيس الجلسة المرة الفاتت كانت كلمتنا هنا عن المثقفين، حق يكون المثقفين في مستوى أمانة الثقافة. البلد ده في خطر حق، لكن ما حد شاعر. نحن قبل شوية لما جات محكمة الردة وقفنا بالصورة دي، ومحكمة شرعية بصورة متهافة تتعدت على حق أساسي للمواطن وده ضد الدستور، الناس ما تحركوا بالقدر الكافي. في نوع من العطف، في نوع من التجاوب، في نوع من نشر أفكارنا، لكن أرجينا لأن ننشر أفكارنا بالمناشير، لأن الصحف ما في مستوى أن تواجه بالشكل ده. كل واحد خايف على نفسه وعلى صحيفته أن تقفل، لغاية ما يختار السيد إسماعيل الأزهر يواجه القضاة بالصورة دي. المسألة مصعبة هي، لكن حق الناس الأحرار المفكرين يستجيبوا قبل ما يدوا أنفسهم في الموقف الحري. والفرق بين المتعلم والجاهل أن المتعلم بالمحل خطر من بعيد يستجيب له، الجاهل يبقى زي حكاية الخراف، يضبح واحد هو في الزريبة منتظر بكرة يضبحوه هو بالصورة دي. أهل المسألة ماشية بالشكل ده. حقيقة كلامنا ده هسع مش كلام ترف، في كثيرين قبل مواقفنا الأخيرة بيفتكروا أنه الحزب الجمهوري آراه زي متعة ذهنية يمكن الإنسان أن يقعد لها في كرسي هادي ويعدي فيها أمسية ويمشي لها عليه بكرة. لكن أنا أكد لكم أن الآراء دي مسألة حياة أو موت، وما بيستطيع إنسان شيوعي أو إنسان ما ملتزم بالإسلام أن يقول ما عاد الشريعة الإسلامية، ما يمكن يقولها. وانتوا هسع لو تشوفوا تعليقات، مثلا تعليق زي تعليق بذكر عوض الله بدأ بذكاء شديد ومواجهة شديدة، لكن لما جاء في الآخر مع، لأنه ما بيقدر يقول أنه الكلام اللي قالوه الجماعة دي مش الدستور الإسلامي والشريعة الإسلامية ما في المستوى المطلوب، متخلفة لابد أن ترتفع للمستوى اللي بدعوا له الجمهوريين. ما يقدر يقول الكلام ده. لما ما يقدر يقول الكلام ده يبقى يموع عن المواجهة. في الحقيقة الجمهوريين وحدوا لديكم يقولوا أن الدستور الإسلامي مش هو اللي بتدعوا له أنتم، الإسلام مطلوب، لكن ده جهالة مش الإسلام. في المدى ده الجمهوريين ماضين في أمرهم، لكن نحن بنعتقد أن وقود الحركة دي حق يكون المثقفين قبل أن يكونوا الناس العامة. ما أعرف سنة التطور كلها جعلت أن وقود الحركات التحريرية العامة. السبب أنا أفتكر أن الناس اللي عندهم امتياز في الوقت الحاضر ما عايزين التغيير. التغيير بيجي ضد مصلحة الإنسان الممتاز هسه أو هكذا يخيل له، لكن الوضع ده في مرحلة التاريخ مختلف. حتى صاحب الامتياز ده التغيير بيجي لمصلحته، لأن التغيير راح يجي لرفع الناس الفاهمين في الوقت. الاستمرار في الوضع الحاضر بيجي لرفع الناس الجهلة. وانت شفتوا كلام الأزهري في رفع القضاة الشرعيين على المدنيين، مع علم المدنيين الأفندية دول هم اللي تسببوا في نصرة البلد ده، في تحريره، في محاربة الاستعمار، في الوقت اللي خنعوا الناس العايزة فعلا إسماعيل الأزهر اللي يعطون السلطة العليا في البلد. فالتغيير مؤكد لمصلحة الناس الفاهمين، لأن الدعوة دي دعوة للوعي. ما حق الناس اللي قبلك هم وقود الحركة الوطنية يتقاعسوا عنها لتجد جهالات اللي قبلك كانت أنصار للحكم المتخلف من رجال الدين على إطلاقه، والشرعيين بصورة خاصة من القضاة الشرعيين، ليجوا يقولوا عندهم السلطة العليا بكرة وبقدرة قادر وبجرة قلم. إسماعيل الأزهري بيفتكر أنه لو القضاة الشرعيين أصبحت عندهم السلطة العليا يصبح البلد ده بخير.
أنا أفتكر بنهاية المسخرة ونهاية الجهالة وحقها تواجه في المستوى اللي يستطيعوه المثقفين. وما أعتقد أن حق المثقفين يتخلفوا، لكن أكد لكم المثقفين لو تخلفوا رايحين الناس المؤهلين لها، وبكرة لا يلوم المثقف إلا نفسه لأنه تقاعس ورضى بحظ من الحياة الدنيا دون الحقيقة اللي يلقيها عليه واجبات الثقافة. الموضوع ده في كلامنا اللي احنا تكلمناه في الآخر فيه الصورة السياسية، ما تفتكروا أن خروج عن موضوع المحاضرة، وفي الحقيقة قمة المحاضرة الصورة دي. المحاضرة دي ما هل الطرف الذهني، ما هل المتعة، ما هل الولد، هي المواجهة. نحب أن نسمع نقاشكم لها. بعد أن استمعنا إلى هذا الترد الشيق من الأستاذ محمود، نفتح باب النقاش ونرجو أن نكون حديثين كالمحتمل. الحمد لله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله. تحدث الأستاذ جزاء الله عنا كل خير عن الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين، وتحدث منذ حديث جبريل عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن أتى بنا إلى الآيات، ذكرنا ما أنت مذكر لسه عليه بمسيطر. أنا ما عندي كلام كثير، لكن عادة الأستاذ سؤالين فقط، اللي هو هل بعد الرسالة الثانية في رسالات ثانية حتجي، وحتجي بعد كم غر؟ والسؤال الثاني، ما رأي في الآيات اللي بتقول اليوم أكملت وقدر في أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين؟ شكرا جزيلا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، آية فعلا كثيرا ما يدفع بها في وجهنا عندما نتكلم في الأمر ده. وأنا بديت تقدمة المحاضرة بأن أقول أنه نحن ما في حاجة لنصوص جديدة، لكن في حاجة لفهم النصوص القديمة. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تعني أن الإسلام كمل إنزاله، أكملت لكم دينكم كمل إنزاله في القرآن في المصحف. والمصحف المتلو معروف عندنا ده يدخل في رسالة النبي تبليغا لا تبيينا. نبينا في رسالته مأمور بأن يبلغ القرآن المقروء، ومأمور بأن يفسر منه ويبين منه للناس ما يطيقه. هل الألوان بيكون في أنه بنعتقد أن نبينا أمر بأن يبين القرآن كله؟ وأنا قريت لكم الآيات ديك اللي هو لما نقول إنه في أم في الكتاب، إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذا كان القرآن في أم الكتاب عند الله، يبقى لا يعلم القرآن إلا الله، ولا يمكن أن يبين. حتى نبينا كل يوم يزيد علم. هناك وتعالى الله الملك الحق ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. زي الآية اللي قريناها لما ربنا يقول ثم إن علينا بيانه، يبقى لا يمكن أن يتناهى بيانه. فاليوم أكملت لكم دينكم معناها كمل إنزال، ثم بدأ نبينا بتبيان ما يطيق القرن السابع، وفي حياته بيّن ما يطيق التطور البشري حتى في القرن العشرين. سنته، سمته، حياته، أخلاقه، ده تبيين بلسان الحال. نبينا بيّن بلسان المقال للأمة في الرسالة الأولى، بيّن بلسان الحال للأمم فيما بعد. وده المعنى اللي كانت عايشة تقول بيه
كانت أخلاق القرآن وهو قال قولي شريعة وعملي طريقة وحالي حقيقة. حاله دي فيها تبيين صامت للناس اللي بيسيروا وراه، هو بيفتح الطريق للمفاهيم. ولذلك نبينا حياته مفتاح القرآن. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تعني ده أن القرآن مشتمل على الإسلام كله، وكم الإنزال، ولا يكون شيء مستأنف من وحي يجي لإنسان ليوحله القرآن. ونحن لسنا في حاجة إلى نصوص جديدة، كل ما في الوجود موجود في القرآن، الله ذاته القرآن. القرآن لما تتنهبه لأن يكون كلام الله، ودي حاجة بنقولها دائما، كلام الله صفة قديمة قائمة بذاته، عند التناهي هي ذاته. فإذن القرآن ما مفرط فيه من شيء، لكن الفهم والتبيان كل مرة يجد، كل ما عرفنا نحن. والآية فيه في التوحيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وكل مرة ربنا يورينا في الآفاق شيء جديد. في عهدنا لما جاء القرآن كانت الأرض مسطحة، أصل ما في شك فيها، وأن الأرض ثابتة وهي مركز الوجود والشمس هي المتحركة. في المستوى ده الناس يفهموا القرآن على مستوى. لما نيجي الوقت الحاضر هسع في اليوم ده في مركب بتلف، أظن أنها تلفات حول القمر 10 لفات في 20 ساعة وبدت تتوجه إلى الأرض، يبقى لابد أن إنسانية الوقت الحاضر تفهم من القرآن لما ترجع للعبادة أكثر مما فيهم ابن عباس لما يقول له الأرض مسطحة والأرض ثابتة والشمس بتلف. والقاعدة توحيدية، ما نفتكر أن القاعدة دنيوية، القاعدة دينية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وتجي مرتبة ثانية آيات الآفاق وآيات النفوس ما في ضرورة لها، حتى ربنا يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، كأنما في توبيخ. أنتوا بتعرفوا الله بمخلوقاته، ما حق تعرفوا مخلوقاته به وهو. فإذا المدد ما بتناهى إطلاقا. وفعلا الآية اللي قال السيد هنا دائما بتقال لأنه في فهم خطأ. وأنا أكد لكم أنه يوم تنبثق الأزهار في الأزهار المعاني اللي احنا بنقولها دي، كل كلمة من القرآن كأنما أنزلت اليوم، تجي بمعنى جديد للناس. والمعاني اللي احنا ألفناها ماشيين فيها ساهم اللوكة بدون فهم كلها تجد جدتها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دائما بيفهموها الناس بأن الإسلام خلاص ما في سعانة مستانفة، وكل ما نلقاه نحن من معارضة جاي من فهم زي ده. دي النقطة الأولى. يعني حقيقة ده السؤال الثاني. السؤال الأول كان شنو؟ هل في رسالات ثانية؟ لا، هي الحقيقة نحن قلنا الإسلام وصول وفروع. رسالته الأولية كانت على مستوى الفروع، رسالته الثانية تبعث الأصول. يبقى ما دام وصول وفروع في رسالتين، لكن الرسالة الأولى بتتكرر مرة ثانية. يعني الناس مثلا صاعدين للقمة مروا بمرحلة الرسالة الأولى، نازلين من القمة بمروا بمرحلة مساوية لديك. فكأن الفروع بتخدم مرتين، الفروع تعود لتحكم الناس مرتين، مرة وهم صاعدين ومرة وهم هابطين. لما يصلوا القمة، القمة دي بيستمروا فيها زمن طويل، ودي البشارة اللي بها تملأ الأرض عدلا كما ملئ الجور. نحن في قمتنا الأولانية اللي رفعنا لها نبينا، الخط البياني نزل بعد شوية. يعني في عهد أبو بكر وعمر كان الخط البياني قريب من الأفقي، ثم انحدر في عهد معاوية وظل منحدر لغاية يومنا الحاضر، لأن الدين في الوقت ذاك كان أو الإسلام كان بإكراه. لكن لما يجي ينبعث في وصوله لا إكراه في الدين، أنا وإنت لما ندخل في الدين بدون إكراه بنستمر على قمة فيه، وأولادنا وزرارينا من بعدنا. ولذلك الخط البياني يستمر زمن طويل قريب من الأفقي حتى ينحدر تاني. وده الوعد اللي به أن الأرض تملأ عدلا كما ملئ الجور، والوعد اللي به هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فإذا ما الخط البياني قابل نقطة الطلوع من هنا
أصبحوا الناس فارقوا دي وبقت أكبر عليهم القمة بقت أكبر عليهم ونزلوا ليبعثوا الأصول مرة تانية الفروع مرة تانية ارجع بعد الاشتراكية والديمقراطية إلى نوع من الوصاية ونوع من الرأسمالية في مستوى الزكاة ثم الزكاة نفسها تجحد ثم العبادات تجحد ثم الدين يفارق ثم القرآن يرفع ثم تقوم الآخرة لا تقوم الآخرة إلا على لوكع ابن لوكع زي ما قال فهي رسالتين الرسالة الأولى بتستعمل مرتين الرسالة الثانية القمة مرة واحدة في قمة تحقيق البشرية لحضارة الإنسان في هذه الأرض ذكر الأستاذ أن الدين رسالتين ألا يخالف ذلك قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وهي رسالة واحدة على حسب منطق القرآن أيوة لاحظ حاجة دي برضه بالسجن لأننا نحن عايزين الفهم مش عايزين النص بقدر ما عايزين الفهم يا أيها الرسول الرسول عنده رسالة واحدة ما قال لي يا أيها النبي هنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يعني احنا قلنا نبينا عنده رسالة لخاصة نفسه هو كنبي معلم للناس برسالة واحدة هي رسالة المؤمنين هنا قال له بلغ ما أنزل إليك من ربك برسالة المؤمنين فيها القرآن المقروء القرآن المقروء مش الرسالة الثانية لكن في تبيينه في الجانب اللي بخص الأمة المسلمة ده تجي منه الرسالة الثانية فالقرآن بين دفتي المصحف ده الرسالة الأولى والنبي مأمور بأن يبلغها ومن الرسالة الأولى أن يبين طرف منها مش كل القرآن فإذا واضح الأمر في أنه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يعني بلغ القرآن كله للأمة وبين لها ما تحتاج منه لحاجتها لكن أنت بتعرف أنه في حقائق الدين أنه هو بلغ بحياته بلسان حاله بلغ النبوة بلسان حاله بلغ النبوة فيبقى هو كرسول رسالته واحدة في المدى ده أن احنا بنقوله كنبي سار السيرة وسن السنة وعاش الحياة بلسان حاله بلغ الناس حاجة كبيرة ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة استمعنا إلى هذا الحديث الشيق إلا أن نشكر الأستاذ والحاضرين ونتمنى كل ما سنحت ظروف الأستاذ أن يأتي إلى هذه الدار ويتحفنا بمزيد من علمه شكرا